هل تعلمون أن دمج خطوط اللغتين العربية والعبرية ببعضهم البعض سيشكل خطاً جديداً يفهمه متحدثو اللغتين؟ تعالوا معنا لنتعرف على ليرون مصممة هذا الخط الجديد. عرفريت، هكذا أطلقت ليرون على تصميم جديد يجمع ما بين خطوط الأحرف العربية والعبرية، تصميم ابتكرته مؤخراً ولاقى نجاحاً وانتشاراً لدى ناطقي اللغة العربية والعبرية في إسرائيل. صادفت بحثاً لطبيب عيون فرنسي والذي قال فيه أننا بحاجة إلى نصف حرف من أجل قراءة كلمات كاملة. أحببت هذه الفكرة وجربتها على اللغة العبرية ووجدت أنها ناجعة، فأخذت نصف الحرف العبري السفلي ونصف الحرف العربي العلوي وجمعتهم ببعض فحصلت على كلمة بالعربية والعبرية. ومع أن هاتين اللغتين موجودتين على لافتات الشوارع الرسمية، إلا أن كل منهما تخدم ناطقيها وبشكل انفرادي. أما تصميمات ليرون تعطي مساحة لدمج حرفين والتواصل المتكامل بينهما، وهو ما افتقدته حتى الآن. نراتي بخيفة. ولدت في مدينة حيفا، مدينة مختلطة، كنت لا أعرف العربية بتاتاً، وعند مروري بجانب لافتات كنت أقرأ العبرية فقط ولا أعرف قراءة العربية، فقلت لماذا لا أتعرف على اللغة العربية على الأقل لقراءة اللافتات. 638 حرفاً عبرياً وعربياً بتصميم واضح لمتحدثي اللغتين، هذا ما استطاعت عمله ليرون حتى الآن، وهي تعمل على تركيب المزيد من الكلمات وتصبو إلى أن تصبح أحرف عرفريت الخطوط المهيمنة على الحياة الثقافية والاجتماعية في إسرائيل. من تل أفيف لليوم على الحرة، عناب حلبي.